عنك ألا يا منزل القرآن كتاب طاهر معجز تصون لين يوم الدين ألا يا الله سبحانك ألا يا منزل القرآن كتاب طاهر معجز تصون لين يوم الدين كتاب محكماياته وصت بالوالدين إحسان مثل ما أمس ربونا نعاملهم بلطفولي كتاب محكماياته وصت بالوالدين إحسان مثل ما أمس ربونا نعاملهم تجلت رحمة الخالق بأن كرم الإنسان وأحسن صورته وارسل نبيا مثلنا من طين تجلت رحمة الخالق بأن كرم الإنسان وأحسن صورته وارسل نبيا مثلنا من طين وأوحى له يوصينا لحب الدين والإيمان لحب الوالدين اللي شقيناهم معانا سنين أوحى له يوصينا لحب الدين والإيمان لحب الوالدين اللي شقيناهم أبونا وأمنا نعمة وهبها الواحد المنان رضاهم من رضا ربي وطاعتهم علينا دين أبونا وأمنا نعمة وهبها الواحد المنان رضاهم من رضا ربي وطاعتهم علينا دين عسى ربي يخليهم ويطول عمرهم أزمان لأجل ما نكسب رضاهم وندخل جنته آمين عسى ربي يخليهم يطول عمرهم أزمان لأجل ما